اوعى تضايقوا لانا دلوقتي حالا. اضاءة، كاميرا، اكشن. دي هتصور فيديو لتيك توك. ايه الرقصة الظريفة دي؟ اظن انها طلعت حلوة قوي. وادي اكبر موجة منها. مامتها، ايه رأيك؟ نو ما افتكرش انها لسه ترندي لحد دلوقتي يا حبيبتي. كانديس ام عصرية جدا، تقدري تثقي فيها لما يكون الموضوع متعلق بتيك توك. هتعلمك ازاي ترقصي وحتى ازاي تنضمي له. ثنائي قوي بالشكل ده اكيد هيجيب لايكات كتيرة. بيني ولوري بيقضوا ليلة هادية في البيت. الام بتألف مجلة. لوري مش بتحب المجلات، هي مشغولة بعمل الواجب. دي وقعت قلمها الرصاص. ايه ده؟ ايه الشال الحلو ده؟ وفي كومة كاملة من الهدوم النادرة. دي كانت أحسن حاجات عند جدتك. كانت هي دي الأيام. دي حلوة قوي وقديم فعلا. لوري شكلك شبه جدتك بالظبط. انتي مدهشة. احنا لازم نعمل فوتوشوب بستايل قديم حالا، لكن الأول أنا لازم أكتشف التكنولوجيا الحديثة. ثانية واحدة، قولي تشيز. يلا يا ماما شغلي الموبايل وبصي على الشاشة. أفتكر إنها ماشية كويس. طيب يا لوري خدي الكاميرا الغريبة بتاعتك، أنا عندي شغل كتير أعمله. خلينا نشوف، خلينا نشوف. طيب كلاسيك. الصور دي طلعت رهيبة. أوه ماما مش هتتغيري أبدا. لانا وكانديس بيعملوا تحفة طبخ فنية وحقيقية جدا. بيعملوا جبل أكل. بيستخدموا وصف الفيديو على اليوتيوب. ماما بصي انتي مش متقطعيها صح. دي الطريقة المفروض شكل شرايحك تكون عليها. دي مش غلطة، دي طريقة مبتكرة. يلا نحط كل حاجة في الطاسة. ماما انتي نسيتي الجزر. ايوة انتي مساعدة جدا، مش مضطرة انك تقطعيه صح. يلا نضيف دقيق وطبعا شوية كريمة. لانا بصي معانا ايه هنا، مش شكلها لذيذة؟ لا الطبق ده محتاج بطل. يا عشا انا هنقذك. اهلا انتوا بتوصلوا؟ احنا عايزين احسن طبق عندكم بسرعة. كانديس مجهزة كل حاجة. يا ترى ممكن ناكل اكل حقيقي؟ اظن عندك حق. ساندوتشات البرجر شكلها ألذ. لما الموضوع بيتعلق بعشا الأسرة، بيني مش بتثق في الإنترنت. هي بتطبخ باستخدام وصفات قديمة من كتاب الطبخ، ولوري بتستمتع بمساعدتها. كل حاجة في مطبخ بيني بتغلي وبتطلع بخار. ريحته مدهشة. بيني ولوري بيتصرفوا كأن ليهم 10 إيدين. هم إزاي بيلحقوا يعملوا كل حاجة؟ الفطيرة تقريباً جهزت. لوري انتي عملتي شغل هايل. المكافأة لتعبك هي وجبة لذيذة مطبوخة في البيت. دي لذيذة. وصفات المدرسة القديمة كلاسيكية لسبب. مش ممكن تلاقوها على اليوتيوب. لانا دايماً على الموبايل بتاعها. في ألعاب كتيرة جداً تلعبها. يوم كامل مش هيكفي علشان تعدي المستويات دي كلها. لوري ما عندهاش وقت للإنترنت. هي بتتعلم تعزف جيتار. ولانا بتتصور صور سيلفي ملهاش نهاية. ذاكرة التخزين بتاعت الموبايل اتملت خالص. بتقضي اليوم كله في صور السيلفي مش أقل. لوري بتبدأ يومها بالتمرينات. جسم صحي، عقل سليم. وطبعاً لانا بتتكلم مع أصحابها كلهم. بيقضوا الليل كله بيتكلموا عن برامج التلفزيون والفساتين الجديدة. ولوري بتتكلم مع ورودها المفضلة. بيقولوا إن النبات بيحبها. ياي! لانا هتعمل شوبينج مع مامتها النهاردة. لانا بصي أنا لقيت إيه؟ لكن أحياناً حتى الأم الحديثة ممكن تلاقي فستان غريب جداً. ماما مستحيل، ده قصير قوي وفاتح جداً. ده أحسن بكتير. ده عجب لانا، لكن كانديس لا. ده ممل شوية. خلينا ندور على حاجة تانية. إيه رأيك في إطلالة أسرية؟ التيشيرتات دي بتترجاكم علشان تقيسوها. واضح إن الأم والبنت لقوا لنفسهم الأزياء المثالية. دي الفرصة المثالية لعمل فيديو تيك توك تاني.
لكن في أمهات مش هيفهموا أبداً الستايل الحديث. جينز مقطع؟ مفيش عندك أي حاجة طبيعية تلبسيها؟ كان المفروض يترمي في المهملات. ما تقلقيش، أنا هلاقي لك حاجة. أوه لأ، مفيش حل غير إن لوري تلبس قمصان مامتها. طيب، مضطرة إنها تسلمها بنطلونها جينز الغالي علشان مامتها ترقعه شوية. بيني عارفة اللي بتعمله، في رقعة لكل قطة. دلوقتي الأم سعيدة، مفيش فتحات ولا قطعات. إزاي ممكن تحبطي مامتك؟ هي حاولت بجدية، أنت مضطرة تخرجي بالشكل ده. جزمتي اتفكت. وبس، كويس إن الخيط خلص من ماما النهاردة. يعيش الجنس المقطع. لانا رايحة معاد، حبيبها إيريك شاب ومدهش. مش بس جاب لها ورد معاه، لكن كمان جاب الحلق الجميل ده. مش شكلهم جميل؟ حتى كانديس بتقبل الهدية. ماما، أنتي بتعملي إيه هنا؟ لأ، كانديس ما كانتش بتراقب بنتها، هي بتثق فيها. لكن الأم هي كمان في معاد الليلة دي. إيه المقابلة اللي مش متوقعة دي؟ لكنها تفرح. الأمور دايماً بيكون بالشكل ده مع الأمهات الحديثة، مش ممكن تحصلوهم. لوري مش هتفضل في البيت كمان، براندون طلب منها تخرج معاه، والميعاد ماشي بشكل هايل، لكنهم لازم يخلوا بالهم أكتر من كده. بيني بتراقب، هي لازم تخلي كل حاجة تحت السيطرة دلوقتي. كده كتير قوي، هو الشاب ده فاكر نفسه بيعمل إيه؟ أنا لازم أبص من أقرب، الموضوع بيخرج عن السيطرة. هو بيمسك إيديها ليه؟ أنا لازم أدي الإشارة. أهم، دي نفعت، لكن مش لمدة طويلة. النجدة، النجدة، في شوية أمور وحشة بتحصل هنا. أنا لازم أخلي عينيا على عصفورين الحب دول. بصي، ليه ما نخرجش من المكان هنا؟ كل الناس بيكحوا، وده خطير على صحتك. طيب، العميلة بيني لازم تفكر في حاجة تاني. الابنة بتحتاج شجاعة علشان توري الأهل رسومات التاتو بتاعتها، لكن لانا مش بتخبي أي حاجة عن مامتها. هي لطيفة وبتتفهم أي حاجة، لكن حتى كانديس اتصدمت. لانا، ليه رسمة التاتو بتاعتك صغيرة قوي كده؟ إيه رأيك نعمل واحد أكبر؟ لسه ممكن نعمل ده عند فنانة التاتو، يلا بسرعة. لانا سعيدة جدا، ماما هتصلح لها التاتو. عايزين حاجة حلوة وملونة وكبيرة. الفنانة بتحب الزبائن اللي بالشكل ده، بتستغل خبرتها وبتبتكر زي ما هي عايزة، والشغل بينجح بكل تأكيد. الأم والابنة سعداء جدا، ده مدهش. لوري من ناحية تانية عمرها ما بتعترف لمامتها إنها رايحة لصالون رسم التاتو. هي عايزة تعمل تاتو هنا وهنا وهنا، ده هيكون هايل، حلمها خلاص هيتحقق. لكن يا ترى تقدر تخبي أي حاجة عن مامتها؟ دي ما بتبطلش. لا يا حبيبتي، اوعي تعملي الغلطة دي. مسكينة لوري، واضح إن حلمها بالتاتو تأجل لحد ما تكبر. لانا ومامتها مش بينفصلوا عن بعض أبداً، حتى في الجيم، والتمرين بيكون فعال بشكل مضاعف. لو بتشوفوا فيديو لمدرب رشاقة على الموضة، دلوقتي لانا وكانديس هيبينوا لكل الناس نظام التمرين المتميز. المساندة وفريق العمل، ده شعارهم، وبيكون ممتع أكتر إن هما ينطوا سوا، هما أعز صديقتين. هيكسروا كل الأرقام القياسية مع بعض، حتى إيقاع تنفسهم متناغم. بيني ولوري هما كمان بيتمرنوا، لكن في البيت وبس. ده وقت إنك ترفعي أكمامك، اعملي تسخين خفيف، وابدأي التنظيف. غسل الأرضية بيقوي عضلات بطنك ودراعتك. ماما هي كمان بتحافظ على رشاقتها. شدي نفسك لأعلى، لوري، على صوابع رجليكي. ودلوقتي نتمرن بأوزان صغيرة، ننظف الترابيزة. لوري، اشتغلي أكتر.
دلوقتي يلا ننقل على التمرينات الثنائية. 1 2 1 2. فيو، ايه التمرين المتعب ده؟ كده كل حاجة بقت نظيفة. يا ترى حرقنا كم سعر حراري؟ ده مكان سحري. اوه، الزباين هم وصلوا. بالنسبة لكانديس ولانا، مروح السبا تقليد. وبيكون حلو لما بتتعاملي مع محترفين حقيقيين، بيعملوا أحسن ما عندهم للزبائن الفي آي بي. الاسترخاء والنعيم المطلق، مش بيبخلوا على نفسهم بأي حاجة. كانديس بتتابع الجديد في كل وقت، وهي عارفة إن الجمال ما يقدرش الثمن. أنا عندي حباية في مكان أي حد ممكن يشوفه. أتمنى لو أقدر أروح لصالون تجميل دلوقتي حالاً. ماما، بصي عليها، دي رهيبة. لكن بيني مش بتثق في خبراء التجميل، هي عندها حاجة أحسن. وصفة الجدة للتجميل، العسل ومسحوق القهوة. أنت متأكدة؟ طبعاً متأكدة يا حبيبتي. بصي، دي سهلة، ضيفيها بس على وشك وارتاحي بالشكل ده. دي هايلة ومش هتحتاجي لسبا. يا ترى عجبكم الفيديو الجديد بتاعنا؟ يا ترى مامتكم أم حديثة ولا مدرسة قديمة؟ قولولنا في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي سيناريوهات مثيرة على تروم تروم سيلكت.